ايفنينج للصلاة الظهر وين؟ فيك تسحب الدرس ولا الزبون ما فيك تسحب منه ولا الف. لا والله ايام بتغلى ايام بترخص. موت يا فقير لا تاكل. شو بدنا نعمل؟ كثير بيشتهي وما بيقدر يشتري. ايه انا اخذت تفاح مضروب. للكب هذا كنا نكبه هلا عم نشتري لانه ما بقدران واحد يشتري. على الغلا. ايه بيموت من الجوع الفقير. لانه وضع مأساوي كثير يعني. عزيزتي أم طلال اشتقت لك كثيرا، لقد وصلت إلى المكان المنشود وأنا محتارا جدا ماذا أحضر لك يا عزيزتي. هل أحضر لك خسة شورفسكي أم أشتري لك كولو لوبيا مرصع بالألماز أم أهديك النبيطة ذهبية عيال 21؟ What the fuck؟ يعني قسما بالله فت على سوق الخضرة حسيت حالي عند مجوهرات أبو عامر. يعني كان ناقص أليسا تبيعني شوية البطاطا. آه والله بالحسبة يا جماعة فتحوا لي مخكم دينيكم منيح. كيلو الخيار ب5000، كيلو البصل 4000، كيلو اللوبي 7000. يعني بس ترجع من عند الخضرجي أنت بتفتح الخزنة اللي عندك بالبيت، بتكب الذهب والمجوهرات بشي جرور أو بزبالة وبتحط الخضرة بالخزنة. هلقيت صرفي غلا؟ آه والله خضرة. يعني من هان لرمضان بكون صرفي قرض يا الفتوش وتسهيلات بتدفع على التبولة، بتروح على الباغ بتعمل معاملات وبتقصط السلطة على كلت سنين. ذاتس ترو. عم تسمعي يا مدام؟ كيلو البصل ب 4000 ليرة، يعني هلا صرت بتفر من البسطة. أنت عم تبكي عن جد من قلبك مش من ولا بصل، من حلقة قلبك. فيكي تصفني فيها وتودعيها عشان يمكن ما عادش تشوفيها هلا ب 4000، بكره ب 8 فهمت سيف. يعني بكره بس بده يتقدم لك عريس في يعطيكي مقدمك مثلا ضمة فجل ومؤخرك ضمة ملفوف أو بقدونس على الغلا. يعني من يوم رايح حيصير الفتوش اسم على مسمى لانه حنصير نفتش على خيار تفتيش بقلب الصحن. هذا الغلا كله عمشان شو؟ سالتوني السؤال ثانك يو. عمشان كم تاجر يا جماعه من نضاف 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 يعني عم يستغلوا ظروف العالم والكورونا وتسكير الحدود ليجمعوا مصاري. يا اخي نفهمكم انتكم مثل غيركم، بس على الخضره على البصل واللوبي والخيار. طب هذا المعطل الفقير شو بياكل؟ يا مزارع يا لبناني يا شريف يا ادمي انت. كنت صعلنا لاصق خدسينا انت. وتيجي تكب التفاح والبطاطا بالطريق العام قدام محطات التلفزيون وتنتف في حالك وتقعد تبكي وتصفق بحالك لانه البضاعه المش لبنانيه او المستورده عم بتضارب عليك بالاسعار وعم تنباع بارخص. نحن بنفهمك. قام بس سكروا الحدود وبطل في غير بضاعتك بالسوق بينت نفسيه البواب المحمضه من جوا مجويه. يعني صف بدك تغلي وتستغل العالم، تستغل الفقراء اللي بعيشوا من والله هيدي الالف والالفان عرفت. بس القصه مش مطوله. يعني بليف مي الشعب اللبناني مش رح يتركك، رح يطلعوا من عيونك التاجر، مش رح ننساكم. وبس تخلص قصه كورونا وتنزع البضاعه الاجنبيه وات ايفر من وين ما كانت، سوريا ان شاء الله بتقول لي فجله هنديه، فجله صوماليه، موزه ما بعرف شو سوريه، سعوديه، ايرانيه، شو ما كانت، ما تلوم الشعب شو بيشتري، عمشان انتم هلا قصيتوا راسه للشعب. اذا واحد صار بده يعمل زاد فتوش بده يجيب بده يبيع كيلوته عمشان يعمل زاد فتوش، هيدا الفتوش مش عم نحكي لحمه ودجاج، مروق شوي. واحد عم يشتري خياله وبصل لبنانيه من محل خضره، مش عم بفهم. انت بروح بحط نيفه راسه حسوا بالعالم شوي يا خي، غلوا اربحوا، مش عم نقول لكم ما تربحوا. ما كل لبنان عم يعمل احتكار اسعار وفيش حدا عم براقب من الدوله، مش فاضيين، ماشي الحال. بس مش لدرجه انه الخضره تصير 4000 و8000 7000، شو عم تحكوا انتم؟ وكيف ياكلوا العالم؟ انا بدي اقول لكم انطرونا بس تخلص الازمه وترجع التجار تفتح، كل واحد رح يشتري من محل الارخص. وحتاخذوا الضرب وبتشوفوا تجار البيت كمان مش ناسينكم. كرتونه البيت صارت 11 و12 الف ليه؟ لما كان في مضاربه بالاسواق كنا ناخذها بستة وبسبعه وبخمسه. هيدا الشيء مش مقبول وانتم هلا مبسوطين وعم تمرحوا وتمرحوا. بس تخلص الازمه، بس تخلص كله بده يرجع ينزل عم شاحه، ترجع تفوت الكومبيتيشن على البيض وعلى شو اسمه. ان شاء الله التجار اللي عم تغلي البيض ضلوا قاعدين على بيضاتهم ليفقسوا، يلاقوش حدا ياخذهم يشتريهم. جود ايفنينج يا الغلا، حسوا بالعالم ووقفوا شجاعه.